تظاهرت تهمتنا فنانة التي يعيش على وقعها فضاء مسار للثقافة البديلة. حلت ضيفا على المدرسة العليا للفنون والحرف بصفاقس التي شهدت عرض شريط شيء من الحياة شيء من الحلم، بحضور كن من مخرج الشريط حميد بن عمارة والممثل المسرحي الجزائري محمد أدار. العرض كان مشفوعا بنقاش أداره الأستاذ لسعد الجاموسي، وكان فرصة للحوار حول الفيلم وتجربة المخرج الفنية، وتجاوز ذلك في لحظات ليتحول إلى نقاش حول مختلف مراحل إنتاج الشريط وصعوبات ذلك. J'ai senti que mon regard accompagnait vraiment sa main. Donc je me suis calé à cette distance. Et quand il bouge, je l'épouse. Mais je regarde pas, je peux pas faire ça.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo.